تندفع جياد وأفراسي الثلاث سنوات الباحثة عن انتصارها الأول من خلال مسافة الميل، مسافة 1600 متر انطلاقة جماعية. هنا يطلع ظهور لغاليليو بوي في الصدارة في المركز الأول مع محاولات المطاردة من شوق عبير في المركز الثاني في هذه اللقطة وهذه الزاوية. غاليليو بوي في الصدارة في المركز الأول مع محاولات قدوم من الخارج في هذه اللحظات لمثايل ومحاولات كذلك عن فوان وأيضا شوق عبير التي تبحث عن المنتصف الآن. وكذلك صياف يبدأ في القدوم للمرتبة الرابعة فيما الصدارة لغاليليو بوي في المركز الأول بطول ونصف الطول. في المركز الثاني لشوق عبير تأتي في المركز الثاني مع محاولات عنفوان في المركز الثالث ومطاردة أيضا ووصول صياف في المركز الرابع ومحاولات تقدم من شبل العناية في المرتبة الخامسة. هذا الجزء الأول من التنافس وال صدارة لغاليليو بوي. المطاردة تأتي من صياف الآن في المرتبة الثانية، عنفوان في المركز الثالث وأيضا شبل العناية في المركز الرابع. من يأتي من القدوم من المركز الرابع الخامس الآن؟ محاولات التقدم لابن هضبان يأتي المنعطف الأخير 400 متر الفاصلة. لا زال متسيدا غاليليو بوي والتفاتة نايف العنزي للاطمئنان حتى الآن. هنالك الصدارة، وضوح لغاليليو بوي الذي بدا هذه الانطلاقه الراسيه بهذا الحضور بشعار سمو الامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بقياده نايف العنزي، يقدم نفسه بشكل رائع وجميل بهذا المستوى وهذا النتيجه. الف الف مبروك للامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، للمدرب متعب الملوح والقياده الموفقه نايف العنزي. إذا شعار سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز عبر غاليليو بوي انتصر في رابع الأشواط. أكيد تبريكات لسمو الأمير وأيضا لنافع